السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. تحية لأحمد المدثر، بطل سوداني أنقذ أم مصرية بعد سقوطها تحت عجلات القطار، أنقذها، كان سبب إن تبقى على قيد الحياة. ومقابل هذه الشهامة والرجولة فقد ذراعه. يعني كان بيتكلم على ان سيده وبنتها، بنتها دخلت القطر وحاول يمسك الام، الام وقعت، هو نزل عشان فدى بايده راس الام من تحت عجلات القطار، لكن للاسف القطار مر على ذراعه وعلى اقدام السيده او الام. فربنا يكافئه خير على هذا العمل البطولي. وتحيه لاحمد المدثر وللشعب السوداني الشقيق. أبو تريكة، محمد أبو تريكة اتكلم عن الدوري المصري بشكل رائع جدا، ورد على الناس اللي بتشجع الأندية الأوروبية وقال لك إن أنا خريج الدوري المصري، علشان كده أنا ضد تعصب وميول الجيل الجديد للأندية الأوروبية زي ريال مدريد أو برشلونة أكثر من الأندية المحلية، الأهلي والزمالك والاتحاد السعودي، يعني ضد ميولهم إنهم يميلوا هنا أكثر ما يميلوا للأندية المصرية. محمد الضماطي بيشيد بالسعودية وقطر والإمارات بسبب المناسبات والتنظيم للمناسبات الرياضية، قال لك ريال مدريد وبرشلونة وإنتر وميلان وأخيرا باريس سان جيرمان في أسبوع واحد في السعودية، طبعا كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي وكأس السوبر الأسباني ومباراة موسم الرياضي اليوم، قال لك ريال مدريد وبرشلونة وإنتر وميلان وأخيرا باريس سان جيرمان في أسبوع واحد في السعودية. بعد شهر من استضافة قطر لكأس العالم وشهرين من استضافة الإمارات لآخر سباقات موسم الفورمولا 1، السعودية وقطر والإمارات مثلث إبهار حقيقي في مدى التطور والتقدم السريع والعلم المدروس بفضل رؤية شابة ومتعلمة على أعلى مستوى خلال سنوات. هذا المثلث سيكون قوة عظمى في العالم. ده كلام محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. عايز اتوقف بقى عند امير عبد الحميد. امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي، لعب فتره في النادي الاهلي وبعد كده خرج من النادي الاهلي لانديه اخرى يعني. لكن يبدو ان امير عبد الحميد بينضم للناس اللي بيهاجموا النادي الاهلي وبينتقدوا النادي الاهلي وبيطلعوا في الاعلام، ويبدو انه هيبقى موجود الفتره اللي جايه في الاعلام بشكل مكثف الفتره المقبله بسبب هجومه على النادي الاهلي المبطن. يعني هو كان مع اسلام صادق وبيتكلم معاه في امور كثيره في قضيه كهرباء وقصه كهرباء هو واحمد صالح، كل واحد بيدلو بداله في هذا الامر. ثم تطرق امير عبد الحميد لاني انا ما بشتغلش في النادي الاهلي، وللاسف الشديد في ناس كتير من النادي الاهلي مش ابناء النادي الاهلي وهم اللي ماسكين. لك ان تتخيل ان مفيش حد من ابناء النادي الاهلي ماسك في قطاعات الناشئين، يعني اللي ماسك قطاعات الناشئين كلهم مش من ابناء النادي الاهلي يعني. وانا كنت موجود في النادي الاهلي في اكاديميه الشيخ زايد، ماسك الاكاديميه كابتن خالد بيبو قال لي تعالى امير عايزينك، ورحنا اشتغلت. فجيت قلت انا عايز اشتغل في الكارير التدريب حراس المرمى، مش عايز اشتغل كاداري. فقالوا لي تعالى، فلما رحت قالوا لي مالكش مكان. فعشان كده سياده سعادتك بقى زعلان يا استاذ امير، احمد ربنا ان قالوا لك تعالى. انا مش مستغرب يا اخي، انا يعني وانتوا بتلعبوا بتاخدوا ملايين الجنيهات، ملايين وانتوا بتلعبوا، خلصتوا لعب النادي الاهلي بيقول لكم تعالوا، دي الوظائف اللي موجوده عندي، دي الاماكن اللي فاضيه عندي، دي الحاجات المتاحه عندي، ها لما اوفر لك تبقى ماسك اكاديميه في الشيخ زايد، تيجي بعد كده سعادتك تيجي تقول لي لا انا مش هشتغل في الاكاديميه دي، انا عايز اشتغل رئيس مجلس اداره، انا عايز اشتغل مدرب حراس، انا عايز اشتغل في قطاعات يا سيدي ما عنديش مكان دلوقتي. طب لما يفضى مكان يبقى انت لا انا عايز اشتغل دلوقتي، هتشغلوني ولا هعمل مشكله ولا هطلع في الاعلام؟ بتلعب بتاخد ملايين تطلع. انا من ابناء النادي الاهلي ده يعني ضحيت، يعني انا اعرفه يعني ابن وقف جنب ابوه. لكن انتوا ده لو قلت لك يعني خد 50 عندك الوكيل بتاعك، لا انا 150 100، تضحيت ايه؟
وبعدين ما سابك قال لك تعالى اشتغل في المكان ده اهو، لا انا عايز اشتغل شغلانه على مزاجي. طب ما لو كل واحد يشتغل على مزاجه مش هنلاقي حد يشتغل الشغلانات التانية. النهارده انا عايز ابقى مدرب، انا عايز ابقى مدرب حراس، النهارده انا عايز ابقى مش عارف ايه. طب يا عم في عندي شغلانه اداري، لا انا مش عايزها دي، انا عايز المكان ده. طب في شغلانه عندي خمسه سته عايزينها في النادي اشغلهم. طب لو شغلت واحد الاربعه يطلعوا يشتموني. ها المثل بيقول لك اعمل ما تحب حتى اعمل ما تحب حتى تحب ما تعمل. اشتغل وابدا، مش عاجبك النادي الاهلي روح اشتغل في نادي تاني، روح جرب نفسك في نادي تاني، ورينا كفاءتك في نادي. ما انت شغال في البنك الاهلي، لكن النادي الاهلي وفر لك شغلانه كاداري في اكاديميه. لكن نطلع نتكلم، انا مش عارف هنلحق من مين ده النادي الاهلي كده، الناس اتخرجت كلهم من النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي واللي لعبوا في النادي الاهلي، ده ايه النادي الاهلي ده هيكفي مين ولا مين يا اخوانا؟ وبعدين يا ريته بيقول لهم لا، ده محمد صديق طلع قال لك عرضوا عليا وظيفه مش ما كانتش كانت دون المستوى، ومش عارف مين اللي طلع قال لك عرضوا عليا وظيفه برضه في سمير كمونه بس قال لك لا تليق بيا. طب يا عم سمير كمونه نعمل ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انتوا ابناء النادي، انتوا اللي لعبتوا، انتوا لعبتوا النادي الاهلي، انتوا اللي خدتوا النادي الاهلي، انتوا اللي كونتوا ثروه ها وبقى لكم اسم من خير النادي الاهلي، انتوا دلوقتي طلعتوا تتكلموا في الاعلام ها بفضل النادي الاهلي، لان النادي الاهلي انت لو لعبت فيه يوم بتبقى يبقى لك تاريخ في وبتطلع الاعلام، تعالى معانا اللاعب الفلاني لاعب النادي الاهلي، دي لوحدها بفلوس. طالعين تتكلموا عن النادي الاهلي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نيجي بقى الوصله بتاعت كل يوم، هذه الوصلة التي لم تفشل في إضحاكنا باستمرار. عندهم كل شيء يعني قاعدين بيتكلموا عن النادي الأهلي وإزاي وأسامة حسني، وللأسف الشديد بطريقة ويقول لك إيه إحنا ناس محترمين ولعبتنا ناس محترمين، ما عندناش محمد عباس يا عم، ومحمد رجب جنبه كان قاعد جمال عبد الحميد. يا عم محمد رجب خد بالك راعي شعور الراجل اللي جنبك، محمد عباس هو اللي طلع كنت أنا بقول بيقول أنا وجمال عبد الحميد كنا بنخرج بالليل. يعني لو محمد عباس وحش ها فسعادتك جمال عبد الحميد كانك انت بتقول راعي شعور الراجل اللي جنبك، يعني بترموا كلام والراجل موجود بتقوله كابتن نادي الزمالك، ايه يا جماعه في عيب يعني. وبعدين بيتكلم مرتضى منصور في مداخل عمل طبعا عادي الفيديو اللي جايب الناس كلها وراسسهم في عز التلج وعلى راسهم مين بقى؟ الاستاذ محمود معروف. استاذ محمود معروف شوبير بيتشتم في وجود محمود معروف، يقول لك قامه اعلاميه الاستاذ محمود معروف، القامه الاعلاميه اللي انا اعرفها اللي بيحترم نفسه وبيحترم الاخرين واللي بيحترمه في المجال وبيحترم الناس اللي بتشتغل في المجال، ده اللي انا اعرفه. القيمه، القيمه ما جاتش او القامه ما جاتش كده من فراغ، جات من احترامه لنفسه ومن احترامه للناس يعني. فالمهم هاجم شوبير طبعا وزوجه شوبير وراحت لولي النعم وقالت له عايزه وقالت له مش عارف واديني من الذهب وكلام لا يليق يعني ما ينفعش. لكن زي ما بقول لك كده مرتضى منصور اصبح ما عندوش جديد بقى، بيقول كلام فارغ، كلام لا بيقدم ولا ولا في معلومه، هي مكرر مجرد خلاص هجوم على شوبير ومراته، مراته مستحملاه علشان الورث. طب وانت مالك ما تستحمل، انت من زعلان ليه؟ بيمشي مع طوب الارض يا اخي، انت زعلان ليه؟ مثلا مثلا لو على حاجات مسجله وكلام فاضي الناس بتروجه، ما في ناس ورؤساء انديه ليهم فضايح على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب يا استاذ مرتضى. كمان بيشتم محمد شيبان يقول لك دبانه. طب ما انت هو استاذ مرتضى، طب ما انت راجل بتقول شخصيه وراجل ما فيش حد همك، طب ما تقول الناس كده ولما تيجي تتكلم بتقول بدون اي حد. محمود بكر يقول لك مين اللي قال مش دعوه، ما واحد كده ما واحد كده. استاذ محمود معروف مبسوط يعني بالكلام يعني، قال لك ايه اتكلم عن النادي الاهلي وسيد عبد الحفيظ، يقول لك الناس اللي بتقول سيد عبد الحفيظ ليه متمسكين بيه في النادي الاهلي رغم ان اخواني، اقول لك انا عندي مكالمه لسيد عبد الحفيظ كامله يعني، راجل بتاع سياحه. ده الانديه بتستعين بسيد عبد الحفيظ دلوقتي، الانديه ما بقتش تعتمد على اللعيبه وبتاع، بتعتمد على السحر. وطبعا هاجي محمد مصلحي والسيد ست في اسكندريه وهو يبص لنفسه في المرايه، انت كده راجل ومش راجل ومش عارف ايه. طبعا بعد كل هذا وطبعا هاجي الكابتن محمود الخطيب الولد محمود الخطيب واللي مش عارف ايه واللي حاميينه، وانا مش عايز اتكلم والاهلي والدوله والحوارات زي كل العالم. لكن محمد رجب بقى بيقول ايه؟ بياخد كلام مرتضى منصور وقال لك ايه؟ يا محمد يا مصلحي اهل اسكندريه الجال، وانا عندي معلومات ان انت اساسا مش من اسكندريه. جرد محمد مصلحي من موطنه اللي هو اسكندريه، يعني مجرد الخلاف جرده من موطنه. انت انا عندي معلومات انت مش من اسكندريه. طب يا اخي اعتبره من بنها وخرج ما بقاش من مصر، اعتبره من اسيوط، اعتبره من اي مكان، ما هو مصري برضه يعني، ما اسمه اسكندريه يعني، يعني مش من اسكندريه خليه يسيب رئاسه نادي الاتحاد يعني.
وهاجم طبعا مرتضى منصور جماهير الاتحاد: انتوا مين وانتوا متأجرين وتشتمونا؟ طب ما انت اللي هاجمت ناديهم، وانت اللي هاجمت رئيس ناديهم بسبب عرض وطلب ولاعب. اللاعب 5 قروش، عاجبك عاجبك مش عاجبك خلاص يعني. بالنسبة أيضا لمارك كلاتنبرج، هجوم على مارك كلاتنبرج واتهام بعض الحكام على قناة نادي الزمالك بأنهم يشربوا شاي بالياسمين. يعني لما بننتقد مع حكم نقول له حب نفسك، ركز، بنقول الضمير، بنقول بنطالب العدل، لا قلنا انت قابض ولا بنقول انتمائك. ممكن انتمائك بتميل لنادي معين هو اللي غلبك، لكن قناه تطلع تقول مارك كلاتنبرج يشرب شاي بالياسمين، الحكام تشرب شاي بالياسمين، شيء صعب بصراحه. المهم مرتضى محمود معروف ايضا بيقول لك ايه، مرتضى منصور ودي شهاب بيحلف بالله، بيقسم محمود معروف انه بيقبل النقد. نقد ايه ده؟ احنا لو حد اتكلم عنه او عن ابنه او عن حد من ولاده في مجال عملهم العام، ده الدنيا اهو بلاغات يا استاذ، تحلف بالله يا محمود يا معروف. وبعدين بيفسروا لك بقى ايه، بيقول لك الناس بيقولوا علينا ان احنا بنقعد وهزاز الرؤوس. فالاستاذ محمد الراجل بيقول لك انا لما بنبقى في الغرف المغلقه انا ومرتضى منصور بسرح. تسرح ايه يا عم؟ بيقول اشعار. بتستمع لام كلثوم ولا عبد الحليم ولا عبد الوهاب؟ يعني بتسرح في ايه يا استاذ محمد يا رجب يعني؟ وبعدين يقول لك الناس بيقول لك بنهز راس. بسرح، لغه دي علم، هز الراس ده مش اي كلام. والله العظيم قالوا كده، صبحي عبد السلام قال لك، وخالد لطيف قال لك ده المذيعين وبتاع، ده في علم اسمه بادي لانجوج، علم الجسد يا عم. علم الجسد، ابص ليك اعرفك، ابص تحركات، لكن مش قصه اللي انتوا بتبرروها للناس على انك بتهز دماغك فده علم. هز الدماغ، هز الروس، ابو الروس، لغه الجسد، بتهزروا. لكن والله قمه انا وقعت نفسي بتاع محمد راجب، قال لك ده محمد مصالح مش من اسكندريه، عندي معلومات ان هو مش من اسكندريه يعني، وقعد يبرر. انا بسرح في كلام مرتضى منصور، هو 50 سنه صداقه. وبعددين بيقول لك ايه، صوته باين عليه، البح اصل بيقعد في البرد، واصل هو بيحب كده يقعد وسط ناس شايف الناس والناس عايزه تسلم عليه، فهو بيقعد في البرد، فهو مش عارف السن ده برضه مش عارف يحافظ. ايوه صح. يبقى كل واحد يجيب له كوفيه صغيره يلفها كده. في النهاية شكرا لحسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في أمان الله ورعايته.